نذهب إلى سؤال رقم 2. ففي سؤال رقم 2 طلب منا رسم متمم لشغلة الغلق. شغلة الغلق تتم كما يلي: في الحالة الابتدائية يكون النظام في حالة راحة، أي رافع إجراج ورافع زاد في حالة راحة. عند صدور أمر من الأشغولة 3 وتشغيل الآلي من متمن قيادة والتهيئة تتم عملية الأولى عن طريق خروج رافع زاد إلى غاية الضغط على ملتقط زاد. نلاحظ أنه تم تقديم السدادة أمام رافع إجريك. بعدها مرحلة أخرى وهي خروج ساق رافع إجريك إلى غاية الضغط على إجريك 1 إلى غاية الضغط على ملتقط إجريك 1. بعدها مرحلة أخرى وهي رجوع ساق رافع إجريك إلى الحالة الابتدائية والضغط على إجريك 0. بعدها مرحلة أخرى بالطبع وهي دخول ساق رافع زاد إلى غاية الضغط على ملتقط زاد 0. بعدها يتم غلق القارورة عن طريق خروج ساق رافع إجريك إلى غاية الضغط على إجريك 2 وهنا تتم عملية الغلق. وآخر مرحلة هي خروج ساق رافع إجريك إلى حالة الابتدائية والضغط على إجريك 0. ونلاحظ أن النظام عاد إلى مرحلة راحة. الآن نجيب على سؤال رقم 2 ونرسم متمن أشغولة غلق القارورات. أول شيء نبدأ به هو رمز الأشغولة 3، ونعلم أن الأشغولة 3 تعطي نداء على شكل إشارة اسمها إكس 3، ولا يشتغل المتمن إلى غاية نداء آخر وهو إذن تشغيل الآلي من متمن قيادة وتهيئة. عندما يتحقق الشرطين تنشط مرحلة 31، وفي هذه المرحلة يتم خروج ساق رافع زاد أينما تقدم السدادة إلى غاية الضغط على ملتقط زاد 1. بعدها تنشط مرحلة 32 ويتم فيها خروج ساق رافع إجريك زايد إلى غاية الضغط على ملتقط إجريك 1، وذلك للقبض على السدادة. وبعدها تنشط مرحلة إكس 33 ويتم فيها دخول ساق إجريك ناقص إلى غاية الضغط على ملتقط إجريك 0. ثم تنشط مرحلة 34 ويتم فيها رجوع ساق رافع زاد إلى حالة الابتدائي، وذلك ضغط على ملتقط زاد 0. بعدها تنشط مرحلة 35 ويتم فيها خروج ساق رافع زاد إلى غاية ضغط على ملتقط إجريك 2، والذي يبين لنا أن عملية الغلق انتهت. وبعدها تنشط مرحلة إكس 36 ويتم فيها دخول ساق رافع إجريك، وذلك عند الضغط على ملتقط إجريك 0، وتعود ساق رافع إلى حالة الابتدائية. بعدها تنشط مرحلة الأخيرة وهي مرحلة الانتظار، وذلك لكي ترسل الجواب إلى الأشغولة بأن المتمن انتهى، أي إكس 37 تساهم في تطور متمن إنتاج العادي، وذلك بتخميل الأشغولة 3 وتنشيط الأشغولة 4. وآخر شيء وهو شرط الانتقال إكس 3 بار ويعود المتمن إلى المرحلة الابتدائية، وإكس 3 بار يقصد بها زوال الإشارة النداء. نلاحظ شيء آخر، أنني في الأفعال كتبت زاد زايد ولم أكتب دي زاد زايد، لأنه في الجدول اختيارات كتب لنا زاد زايد، يجب اتباع جدول اختيارات في الجزء المنفذ.